بيكون اضعف. فعشان كده انا بقدر اشكل بابلايد ستريس للزان اليلد ستريس، انما الديفورمينج ستريس اليلد ستريس. في اسئله تاني؟ فيش اسئله تاني؟ لا في الوار درونج ولا في الاكسترودن؟ انتوا ساكتين خالص كده يعني؟ فين يوسف؟ هو يوسف اللي بيسال. ولا يوسف خط الدايركت اكسترودن كان في ابسيتنج الاول، بعد كده ميتال ستارتس فلو، بعد جن بتحصل، بعد كده خطوه اسمها بايب. دي انا ما فهمتش هي ايه بصراحه. البايب دي مش خطوه، دي في النهايه. لا 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 لا، البايب دي في النهايه. النهايه ان المعدن بتاعي يكون يتشكل في النص اكتر من الاطراف، فيديني تانل، يديني زي فراغ في المعدن. يعني هي ده في اخر المنتج، بيكون المنتج اللي في النص او المعدن اللي في النص خلصت. فوجود البايب ده معناه ان في معدن اتخلص من النص، ففي فراغ من المعدن، كانها ديفكت في المعدن يعني، مش خطوه، هو ديفكت في نهايه العينه. ايه تاني؟ يعني في نهايه العينه بيبقى في حاجه زي أيوة. سنترين كده. ايوه، حاجه في النص فاضيه، حاجه في النص فاضيه. تمام، مش فهمت. ايه تاني يا شباب؟ برضه تاني الاكستروجن برضه. تمام. لو كانت السيمي اللي هي الهاف داي انجل، لو كانت كبيره، ديد ميتال زون بتبقى اكبر. الهاف داي انجل كبيره. لا انا ما اتكلمتش، انا في الشرح ما جبت سيره الزاويه وتاثيرها على الديد ميتال زون. انا كلمت جبت سيره الزاويه وتاثيرها على الفريكشن والشير، ما جبتش تاثيرها على الديد ميتال زون. فاهمني؟ ما انا عارف، بس عايز اعرف بس ال لا دي حاجه تانيه، هي بتختلف حاجات كتيره قوي بتاثر عليه، بتاثر العمليه دايركت ولا ان دايركت، بتاثر الريدكشن كام في الميه. ما اقدرش اقول لك ابسوليوت نمبر كده وخلاص. كنت الزاويه دي صغيره فالفلو لا هيكون ما اسهل. تربطهاش بالفريكشن. لا 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 لا، ما تربطهاش بالفريكشن اللي جوه. اللي مرعب معايا الفريكشن اللي في الكونتينر، ما تربطهاش بدي، مش هي دي السبب. يعني الزاويه انا ما اقدرش اربطها بالفريكشن واقول الفريكشن لما الزاويه تكون رفيعه صغيره، يعني الفريكشن كبير فبالتالي الديد ميتال زون هيزيد. لا، الفريكشن اللي بتكلم عليه الفريكشن اللي مع الكونتينر، الزاويه دي بتاثر على الفورس. فاهمني؟ فما اقدرش اربطها واقول ان دي هتزيد، هتزيد معاها الناحيه الثانيه. لا، لو انا ثبتت كل حاجه بقى وثبتت البتاع دي كلها، الزوايا، وثبتت الفريكشن وزودت الريدكشن، نبقى نتكلم في ايه؟ ايه تاثير بقى الزاويه على الديد ميتال زون. هو الديد ميتال زون بيتاثر كل ما يكون التشكيل اسهل، فهي الزاويه مش اسهل ولا اصعب، لان انت عندك الزاويه فيها حاجتين، بتزود حاجه وبتقلل حاجه بس. يعني ايه اللي تاني؟ نقدر نقوله فعليا هو ما مع تربطش الكونتينر دي. كبير. لا، الديد ميتال زون بيتاثر بالفريكشن اللي مع الكونتينر، بيتاثر على نوع الاكستروجن، بيتاثر على الريدكشن. هم دول الثلاثه الاساسيين اللي عندي. اي حاجه تانيه ما اقدرش اقول في كورليشن بينها وبين زياده الديد ميتال زون او قللها. تمام. ايه تاني؟ طيب اخر سؤال، كنا في الدايركت اكستروجن كنا بنقول ان احنا يعني لما اللينث بتاع البلت يقل من الكونتينر كنا بنقلل البريشر اللي احنا مأثرين بيه، ماشي؟ دي انا ما فهمتش احنا ليه السبب في كده يعني. وفي لان انت الاندايركت احنا ما بنقللوش، بنسيبه سبب. لا 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 لا، الاندايركت ده ميكانيزم تاني. الاندايركت ما فيش فريكشن اصلا ما بين الكونتينر والمعدن، الدايركت فيه فريكشن. يبقى الدايركت فيه فريكشن، فكل ما اعمل اكستروجن الطول اللي عليه الفريكشن بيقل، فعشان كده الفريكشن البريشر ريكوايرد بيقل. انا لما اعمل اكستروجن بقلل الطول بتاع البلت، مش خرج جزء من المعدن. فلو خرج جزء من المعدن يبقى كده معناه ان المعدن بتاعي باقي له حبه صغيره جوه الكونتينر، يبقى الفريكشن اقل، عشان كده الفريكشن بيقل فبالتالي الباور ريكوايرد كونتين. يعني طب فيقل ولا يزيد مش فارق معايا حاجه. هيكون في أذى للبلت لو أنا سبت البريشر ثابت؟ يعني في ايه؟ في أذى أو حاجة ممكن تحصل يا ابني للبلت مفيش يعني حاجه لو اسمها سبت؟ يا ابني لا 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 لا، انت فاهم، انت فاهم غلط، انت فاهم غلط خالص. مفيش حاجه اسمها بريشر عالي وقليل. انا بدي البريشر المطلوب للتشكيل،
يعني انا المكنه بتدي المطلوب منها، ما فيش انا مش بثبت عليها لود، انا بديها اللود اللي هي عايزاه. في فرق كبير طبعا، انا مش بحط عليها فيكسد بريشر واقول اشكل، لا العينه خدت مني لود كبير يبقى تاخد لود كبير، لود صغير تاخد لود صغير. انا بديها النتيجه اللي هي عايزاها مش العكس، ما بديش قيمه ثابته، ما فيش عمليه تشكيل في الوجود بتدي قيمه ثابته يا ابني. ما فيش حاجه في الدنيا بتدي قيمه ثابته. فهي انا بديها اللي هي عايزاه، هي في المرحله دي محتاجه لود كبير، في المرحله دي محتاجه لود قليل. ما فيش حاجه اسمها اديها قيمه ثابته دي. دكتور ايه تاني؟ الستريبر بليت ده اللي هو في الامباكت اكسترويجن، الستريبر بليت اللي هو ماسك العينه بتاعتي، يعني مش فاهم هو الميكانيزم بتاعته عامله ازاي يعني بالظبط. الستريبر بليت بتتكلم عليه هنا، اللي انا بنزل بالعينه بتاعتي امباكت اكسترويجن بسرعه عاليه فيطلع المنتج بتاعي. الستريبر بليت اللي بيفك المنتج من على الضهر، تمام خلاص، يفك المنتج من عضل. بس الاستريبر دي حاجه تانية وكبيره في محاضره الشيت ميتال وورك، يعني عشان كده انا دماغي راحت للشيت ميتال وورك. ايه تاني؟ السلام عليكم. تفضل وركاته. طب يا دكتور، هو في بعض المحاضرات كده حضرتك كنت بتقول فيها قوانين او استنتاجات لقوانين، دي مهمة وفي عليها مسائل وكده ولا لا؟ كل حاجه انا مدارك في المحاضره عليك مهمه. طب هو مفيش مكان فيه الأسئلة دي؟ عشان هو دورت كتير ان انا احل أسئلة على القوانين دي ما لقيتش، يعني لا مش موجودة فيش في كده الشتات، حاجة. أنا كنت منزلها في الشتات، هنزل لكم الشتات، أبص على الشتات اللي الناس دي هي ولا لأ. تمام ماشي، هتنزل عليه الميل صح؟ آه تمام ماشي. بس الحاجات اللي أنا قلتها في المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت دي، يعني أنا شارحها بمسائلها وأنا قاعد في المحاضرة، فأنا مش محتاج إن أنا أديك حاجة عليها كمان، فأنا أوريدي شرحتها في المحاضرة. يا ديك العينه اقول لك الدايمنشن بتاعتها، مش هتبقى ستريت فورورد، هتبقى ستريت فورورد ولا اسئله مباشره، يعني ما فيهاش اختراعات. تمام. ايه ما تاني؟ المحاضرة اللي فاتت كانت سهلة، انما بس كان في محاضرات قبل كده كان فيها قوانين مش سهلة قوي يعني. لا، لو انا اشوف لك الحاجات اللي انا هجيبها لك في الامتحان، هي المهم عند المحاضره اللي فاتت. تمام ماشي، شكرا لحضرتك. ايه تاني؟ دكتور في المحاضرة اللي فاتت الرول بتاع التورك والهورس باور وكده حضرتك ما قلتهمش. لا، مش موجودة دي عليكم. هي المعيدين شرحوها، فيعني ما مش هتيجي في مش الامتحان. هجيبها لك في الامتحان، مش هجيبها لك في الامتحان، لا دي كبيرة. طيب تمام، شكرا. هي موجودة أنا شارحها لك كل حاجة، بس هي الفكرة أنا مش هجيبها في الامتحان عشان يبقى سؤال كبير، مش هضيع أنا ربع الامتحان في مسألة كبيرة زي كده. خلاص تمام. ايه تاني؟ دكتور، انا ينفع اسال عن عمليه الشيتنج او كوتنج ذا ميتال، يعني بتتعمل ازاي او مقصود بيها ايه في الاكستروجن؟ زي شفت انت الواير السلك بتاع الكهرباء، سلك تمام. الكهرباء من جوه نحاس ومن بره عليه كل بروبلين بلاستيك، فايدتها ايه بقى البلاستيك اللي بره دي اللي هو يبقى عامل انسيوليشن. بيعملها ازاي تمام. القصه دي؟ بيدخل سلك الكهرباء على باث او مكان فيه ليكويد ميتال او ليكويد بوليمر ويضغط عليه، هيعمل كوتنج عليه من بره زي ما عملت على البلاستيك كده او النحاس عليه بلاستيك. ساعات بعمل على الحديد زنك او احط على الحديد بي بي عشان اقلل الهيسترز على السطح، فبحط عليه طبقه من بره، فهو ليكويد ميتال بيعمل كوتنج على السطح. هي دي عمليه الشيدنج، يعني زي الواير بتاع السلك، السلك الكهرباء عليه من بره طبقه من البلاستيك، فانا بحط الواير واضغط على البلاستيك يمسك على السطح. هي دي هي دي الشيدنج. ليه دخلتها مع الاكستروجن؟ عشان فيها ضغط بس مش اكتر. يعني الطبقة اللي من بره كده كأنها بتبقى جزء هولو وجوه الحاجة اللي أنا عامل لها كوتنج. اللي بره بس هي هولو، بس يعني انا عندي عمود وعليه كوتنج من بره بس. تمام، شكرا حضرتك. ايه تاني يا دكتور؟ كان في المحاضرة الرولينج الأولى كان في حاجة اسمها التاندم، قلنا ان الفي مثلا الفي نود اللي هي الأول في خالص تساوي سرعة الرول واحد، والفي واحد تساوي سرعة الرول اتنين، واحنا امبارح قلنا ان سرعة الدخول بيكون فيها فريكشن مع الرول اللي هي المنطقة الأولى، بعد كده في منطقة تانية تساوي فيها السرعة اللي هي النو سليب سلايد ماشي بلين. ماشي. ازاي كده؟ يعني مش فاهم النقطة دي. لا انت خليك في بتاع المرة اللي فاتت، المرة اللي فاتت لو انت عندك عينة رولينج
السرعه اللي داخله سرعه، بعد كده في سرعه الرول، بعد كده سرعه الخروج، كده الباكج دي على بعض. سرعه الخروج دي هي هتبقى سرعه الدخول للعينه اللي بعد كده. يعني انا عندي رول تمام، عينه تاندم رولينج، اول ستيشن فيها هيبقى المعدن داخل بسرعه اقل من سرعه الرول، ومنها هجيب سرعه الخروج. يبقى انا عندي سرعه الرول وسرعه الخروج وسرعه الدخول. سرعه الخروج بتاعت الاستيشن الاولانيه هي سرعه الدخول بتاعت الاستيشن الثاني، يبقى الفي نود اللي معروف للاستيشن الثاني منها هجيب الفي ار، وبعد كده اجيب الفي ار هجيب الفي اوتبوت بتاع الاستيشن الثاني. الخروج بتاع الاستيشن الثانيه هي الدخول للاستيشن الثالث. يعني هم كنت ثلاثه مربوطين ببعض طبعا. تمام. يعني انا عندي الاولانيه بجيب منها، انا مديك الار بي ام بتاع الاولانيه اول ستيشن، يبقى من الار بي ام هجيب الفي ار، ومن الفي ار هجيب الفي نود والفي اوت الفي افتر. الفي افتر دي هي الفي نود للاستيشن الثانيه، يبقى انا جبت الفي نود للاستيشن الثانيه، منها هجيب الفي ار ومنها هجيب الفي اوت بتاع الاستيشن الثانيه. الفي اوت بتاع الاستيشن الثانيه هي الفي ان للاستيشن الثالثه، وهكذا. فهم مربوطين ببعض طبعا. تمام، شكرا. ومهمة الحتة دي على فكرة، مهمة جدا كمان. أنا في التاندم رولينج هديك الار بي ام بتاع أول ستيشن، ومنها هطلع الفي نود والفي اوت، الفي ان والفي اوت، الفي او والفي اف. الفي اف دي هي الفي او للستيشن الثانية. مهمة جدا. شوف هتعملوها ازاي بقى. يعني ارسم كده وحط اللي أنا بقول لك عليه ده. إيه تاني؟ المحاضرة باينة كده؟ اه دكتور. الـ SMW أو Sheet Metal Work دي آخر محاضرة هنتكلم عليها. الـ SMW أو Sheet Metal Work، المعدن بتاعي هنا شيت اتصنع بأي طريقة. أنا بصنع فيه أشكال، بعمل فيه بروفايل، بقطع فيه، ببني فيه، بغير في شكل. فشيت ميتال ووركينج فيها عملية قطع، فيها عملية بيندينج، فيها عملية درونج اللي هي السحب. اللي هنا بنتكلم على الحاجات دي كلها معمولة جوه، بتتعمل في شيتات. كلمة شيت عموما cutting and forming operation performed relatively thin sheet of metal. كلمة شيت اللي هو 0.4 ملم لغاية 6 ملي. يعني الشيت من 0.4 ملي لغاية 6 ملي. على فكره في ساعات بيبقى 5 مللي، في ستاندر بياخدوا 7 مللي، فمش فارقه معايا قوي. 0.4 لغايه 6 مللي مش فارقه. اكبر من 6 مللي هيبقى بليد. من 4 من 10 تقريبا ل 1 من 100 هو ده اسمه كويل. اقل من 1 من 100 بسميه فويل، او نقول اقل من 4 من 10 اسمه كويل او فويل، مش فارق معايا يعني. يبقى هو 4 من 10 ل 6 مللي شيت، اقل من 4 من 10 اسمه كويل، اقل من 1 من 100 اسمه فويل. البليت بيبقى تخانه كبيره. العمليه دي بتبقى على البارد، العمليه دي اولموست بتتم على البارد، ولو سخنت هتبقى ورم. يعني العمليه دي اولموست بتتم على البارد، ولو سخنت هتبقى ورم. يعني دي كده بتتم على البارد، ولو فيها تسخين هيبقى warm working. ايه الماتيريال اللي ممكن تتعمل؟ العمليه طبعا على البارد زي ما قلنا. اي حاجه بقى شيت، كمبيوتر، هاوزنج، المكاتب، الكراسي، الترابيزات، الفرنتشر، الكمبيوتر والاكويبمنت، كل ده بيتعمل بيه شيت ميتال ورك. حاجات شيتات، هو شغل العربيه كلها شيت ميتال ورك. الرفارف والرفارف والسقف والكبوت، كل ده شيت ميتال ورك. الادفانس طبعا بتاعت العمليه هي العمليه دي اللي الاسترنس بتاعها عالي، عشان العمليه دي بيتكلم على شيت، والعمليه بتتم على كولد وركينج، فعشان كده كل دي ميزات. هاي سترنس للعمليه لان العمليه كولد وركينج طبعا زي ما قلنا. دايمنشن اكيوريسي فينش، كل ده جاي لان الكواليتي بتاعت المنتج عاليه لانه معمول بالكولد وركينج. يبقى العمليه بتاعتي كلها معموله كولد وركينج، عشان كده الخواص بتاعت الماده احسن. اول عمليه نتكلم عليها عمليه القطع. حلوة. عملية القطع لأي مادة بيكون عندي مادة بقطعها ومادة بقطع بيها.
الماده اللي بقطع بيها لازم تكون ناشفه جدا 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 زي قلم المخرطه كده. ان الماده اللي بقطعها هي اللي بقطع بيها لازم تكون ماده ناشفه، لازم يكون الهاردنس بتاعتها عاليه قوي بالمقارنه بالمعدن اللي بقطعه. نمره واحد ماده ناشفه، نمره اتنين زوايا. نمره واحد ماده ناشفه، نمره اتنين زوايا، نمره تلاته خروص. يبقى الكونديشن بتاع القطع عندي ماده ناشفه اقدر اقطع بيها، نمره اتنين واخده زوايا معينه عشان تعمل بنتريشن او تقطع، نمره تلاته لازم يكون في خلوص او كليرنس ما بين الحاجه اللي بقطع بيها البانش والداي. ادي البانش والداي المسافه دي، لو الكليرنس ده مش موجود مفيش عمليه قطع. يبقى في شروط العمليه، لازم يكون بانش هارد جدا ليه شارب ايدجز، وفي زاويه وسوري وفي كليرنس ما بين البانش والداي. ايه اللي بيحصل بالظبط في عمليه القطع؟ اللي بيحصل بالظبط اول ما ينزل البانش على المنتج يبتدي يعمل شويه تشكيل دائم، بلاستيك ديفورميشن. بعد ما يعمل بلاستيك ديفورميشن الشارب كورنر اللي عندي الشق نفسها او جوه المعدن. يبقى انا عندي المعدن البانش بينزل على الشيت يبتدي يشكل فيه شويه. التشكيل ده بعد فتره الشارب ايدج بتاع البانش بتخش جوه المعدن بمساعده الايدج الثاني اللي هو بتاع الدار. من عندي هنا في ايدج وهنا في ايدج. بعد ما دخل جوه الشيت بتاعي يبتدي يحصل الكسر sudden fracture. يعني اللي بيحصل معايا بلاستيك ديفورميشن بينتريشن وسادن فراكشر، ده اللي بيحصل معايا في عمليه القطع بتاعتي. يبقى يعمل اول بلاستيك ديفورميشن، يعمل بينتريشن بالزاويه، انا بدي لود كبير عايز اقطع بقى المعدن، يحصل السادن فيلير ما بين التو ايدجز دول يوصلوا ببعض كده زي فيلير في اتجاه معين. يبقى ده القطع بتاعي بيستارت وذ بلاستيك ديفورميشن فولد باي بينتريشن اند اندد وذ ات سادن فراكشر. طبعا انا لما بديك في و اف معناها ان البانش واخد في يعني سرعه، اف يعني فورس، يعني كده معناها ان البانش ده هو اللي بيعمل الفورس. انا عندي البانش ده اللي راكب على المكبس والاسطمبه اللي راكبه على قاعده المكبس، يعني بينزل يقطع كده، ده اللي متحرك ودايما اللي بيتحرك هو اللي بياخد الفورس، دايما اللي بيتحرك هو اللي بياخد الفورس. عمليه القطع بقى انا ممكن اقطع شيرنج اقص، بلانكينج اعمل اقراص، بانشنج اخرم، كل دول حاجه واحده. 3 preparation in press working. ليه قال عليها press working؟ لان العمليات دي كلها بتتم على المكابس. press working لان العمليات دي بتتم على المكابس. يبقى 3 principal operation in press working that cut بتقطع المعدن، shearing لان اقص، blanking انا اطلع اقراص قرص مدور يعني، البانشنج لو اخرم او بيرسنج او بانش. shearing عندي شيت اهو كده عايز اقطعه نصين، هي دي shearing، اقص يعني ده طوله 2 متر عايز اخليه متر في متر اقصه كده. بيعمل ازاي؟ اهو البانش وادي الشيرنج بانش. لازم هنا اللي كان بيسال على البلانك هولدر، هنا لازم يكون في بلانك هولدر، لان لو قطعت ده هينزل لتحت، لازم يكون في بلانك هولدر يقطع عليه يمسك ده، لازم في حاجه اسمها بلانك هولدر هنا تمسك. ادي الشيرنج انج ازاي ينزل يقطع. هنا في زاويتين يعني لو بصيت كده الاليفيشن ده، الاليفيشن ده، ده الاليفيشن بتاع السايد فيو ده. هنا واخد زاويه عشان يخلي القطع شارب كورنر، الزاويه الصغنطوطه على حد لحد القطع عشان يخلي القطع بتاعي كونسنتريتد في النقطه دي، يزود الايه البريشر اللي عندي. طب هو ليه عمل الميل ده كده؟ لان عشان يخلي القطع جرادولي. انت المقص لما بيجي يقطع المقص كده بينزل بميل، ليه بينزل بميل؟ عشان ما بيخليش القطع كله مره واحده، ينزل يقطع مرحله مرحله ما يقطعش. لو انا قطعت كده ادي البانش وادي الشيت، ما انا هنزل اقطع مره واحده، لا انا بخليه مايل عشان اخلي القطع جرادول، هو ده عشان يقلل الكاتنج فورس. يبقى انا عندي هنا عشان يخلي في شارب ايدج ويعمل بنتريشن بسهوله، هنا عشان يقلل الشيرنج فورس اللي عندي. يبقى ده موجود عشان يخلي القطع سهل او يخلي شارب ايدج، وهنا عشان يخلي التوزيع بتاع القطع مش على طول واحد، لا على مساحه او على مسافه. البلانكينج والبانشنج او البلانكينج والبيرسنج اللي انا عامل قرص، قرص يعني انا ايه؟ الجزء اللي بيقع هو اللي انا عايزه وبقيه المعدن سكراب. يعني انا لو بصيت كده ادي منتج اهو، انا خدت المنتج ده يبقى اللي وقع هو المنتج، بقيه الشيت اسمه سكراب، يبقى العمليه دي اسمها بلانكينج. يبقى البلانكينج ادي المنتج بتاعه اهو ده اسمه سكراب،
يبقى دي اسمها بلانكينج. الجزء اللي بيقع هو البلانك وبقيه الشيت اسمه سكراب، يبقى دي اسمها بلانكينج. البيرسنج لا، الجزء اللي بيقع اسمه سكراب وبقيه الشيت اسمه بيرس اسمه منتج. يعني انا لو انا خدت المنتج اللي وقع هو ده المنتج ورميت ده، يبقى العمليه دي اسمها بلانكينج. لو انا خدت المنتج اللي هي الشيت يعني ورميت اللي وقع، يبقى العمليه اسمها بيرسنج. يبقى البيرسنج الدروب بارت هو السكراب، ما البلانكينج الريميننج ستوك هو السكراب، حاجه زي كده. انا بقى ما اعرفش هي ايه قطعي، يعني اللي بيقع هي المنتج، انا ما قلتلكش المنتجين. لو انا المنتج بتاعي هو ده، يبقى العمليه دي اسمها بيرسنج. لو المنتج اللي بيقع، يبقى العمليه اسمها بلانكينج. واضحه جدا. انت عايز مين؟ لو قلت ده سكراب، يبقى اللي وقع بلانكينج. لو قلت ده المنتج، يبقى اللي وقع سكراب. يبقى اللي عندي اللي وقع هو مين المهم عندي، تمام؟ اللي وقع هو المهم، يبقى العمليه دي اسمها بلانكينج. لو بقيت الشيت سكراب، لو اللي وقع المهم، لو اللي وقع هو المهم، يبقى العمليه اسمها بلانكينج وبقيت الشيت سكراب. لو العكس يبقى العمليه اسمها بيرسنج. العمليه بتاعتي الكليرنس بقى ما بين البانش والداي، الكليرنس ما بين البانش والداي ده لازم يتحفظ، يبقى معروف. ادي بانش وادي داي. بصوا معايا، المسافه بين البانش والداي اسمها سي. لو انا بتكلم على قطر دلوقتي، يبقى دي بانش زائد 2 سي، دي هو دي داي، ادي الدي داي اهي سي وسي، يبقى كده 2 سي، وده الدي بانش. الدي بانش اللي هو بيقطع اللي هو ده، بيبقى اصغر من الدي داي ب 2 سي، او الدي داي اكبر من البانش ب 2 سي، فده موجود وده موجود. لو انت عايز تعمل بلانكينج، انا باخد قطر البلانكه هو قطر الداي. لو انا عايز اعمل بيرسنج، يبقى قطر البانش هو قطر الهول. صوت واضح ولا لا؟ واضح. لو انا بعمل بلانكينج، اللي بيقع البلانكه بتقع من الداي، يبقى قطر البلانك هو قطر الداي. لو انا بعمل هول، يبقى قطر الهول هو قطر البانش، والفرق بين البانش والهول 2 سي. عايز هنا نخش بقى متفزيت شويه هنا. حلوه. لو انا جيت قلت لك عايز اعمل هول، عايز اعمل هول قطره فاي 100 في شيت تخنته 1 مللي. بصوا بقى معايا، ادي البنش وادي الداي. بص، دي اسمها سي ودي اسمها سي، يبقى الدي بنش زائد 2 سي بتساوي دي داي، تمام؟ يبقى كده الدي بانش اصغر من الدي داي ب 2 سي. الكليرنس سي بتساوي 0.05 في تي، حيث تي هي تخانه الشيت. يبقى الكليرنس سي بتساوي 0.05 في التخانه تي. يبقى في الكيس بتاعتي الناحيه دي 0.05 والناحيه دي 0.05، تمام؟ يبقى كليرنس 0.05. انا لما اجي اقول لك عايز اعمل هول قطره 100 مللي في شيت تخانته مللي، احنا قلنا لما اجي اعمل هول، يبقى الدي هول بتساوي الدي بانش. يبقى اذا الدي بانش، الدي بانش ب 100 مللي. يبقى اذا الدي بانش، إذا الدي بانش، يبقى الدي بانش بتساوي 100 مللي. وإحنا لسه قايلين إن الدي داي بيساوي دي بانش زائد 2 سي،
يبقى 100 زائد 2 سي 2 في 5 من 100 يعني 1 من 10. يبقى الدي ضايع يبقى 100 و1 من 10 مللي. طب لو انا عايز اعمل بقى اطلع ديسك الدامتر بتاعه 100 بتخانه 1 مللي برضو. احنا قلنا في حاله الديسك او في حاله الهول بتاعي الدي بلانكا بيساوي الدي ضاي. يبقى اذا الدي بلانك بلانك بتساوي 100 بتساوي الدي ضاي. يبقى الدي بانش بيساوي دي ضاي ناقص 2 سي، واحنا قلنا السي ب 5% لكن الدي بانش هيطلع 100 ناقص 0.1 يعني 99.1 99.9 ملم. تاني لو انا طلبت منك قطر بانش وضاي في حاله تاب هول يبقى قطر البانش هو قطر الهول وقطر الضاي هو قطر البانش زائد 2 سي والسي 5% في التخانه. لو انا عايز بقى عمليه ديسك او اعمل بلانكا او معايا ليه قطر البانش سوري قطر الديسك او قطر بلانك بيساوي قطر الضاي وقطر البانش هو عباره عن قطر الضاي ناقص 2 سي والسي ده احنا قلناها من شويه. يبقى انا هنا ازاي احدد قطر البانش وقطر الضاي مهمه جدا دي تيجي في الامتحان. الكاتنج فورس دي ستريت فورورد بقى الامبورتنت في الكاتنج فورس اللي انا اطلع الكباست بتاعت المكبس اف بتساوي اس في تي في ال حيث اس هي الشير سترنس للماده تي هي تخانه المعدن ال هي اللانس اوف كات. اللانس اوف كات هو عباره عن لو انا عايز اقطع دايره اللانس اوف كات لو انا عايز اقطع دايره يبقى هي البريمتر بتاعها اللي هي باي في دي يعني. لو عايز اقطع مربع يبقى الاربعه 4 في ال لو عايز اقطع هيكساجونال يبقى 6 في ال وهكذا. يبقى البريمتر اللي بمشي بيه يبقى اس اللي هي الشير ستريس تي التخانه ال الطول الشيت طول البريمتر طول المحيط بتاعي. وقايل لك ان الاس هقول لك الاس بكذا او اقول لك ان التي التنسال ستريس بكذا والاس اللي هي التنسال ستريس شير ستريس بيساوي 0.7 او 0.75 كمان تي اس. هقول لك انا الشير ستريس للماده كام ورايح دماغي. هنا مديك اكزامبل the out diameter of washer الوشر دي اللي هي كده دايرتين جوه بعض 65 مللي انسايد 30 اوتسايد مينيمم تارج بريس بيرفورم بلانكينج اند بانش اوبريشن اون ا واشر اف ذا الومنيوم شيت ميتال اوف ثيكنس 3.2 هذا تنسايد. مديك التنسايل سترنس للماده ومديك التخانه بتاعت الماده هنعمل ايه؟ الصوت فصل؟ لا الصوت فصل؟ لا لا تمام شغال هو الست كواليتي عاليه انا سمعت صوتك كويس. يبقى 0.7 في تي اس في ال 0.7 تي ب 3.2 ال ال بتاعي هعمل بقى التو بريمتر اللي هو 65 في باي و30 في باي الاف هيطلع بكذا نيوتن. يبقى ستريت فورورد بعوض بجيب بريمتر من عندي تقبين دلوقتي الباي في دي في ده والباي في دي في ده جبت الايه التوتال بتاعي دلوقتي. العمليه اللي بعد كده هي البندنج اللي انا قد نشيت. هنا في نيوترال بلين زي ما قلنا في التوليك بس هنا نيوترال بلين الديفينيشن بتاعه مختلف. هنا النيوترال بلين اولا عمليه الثاني اللي بيكون عندي معدن من الناحيه دي بيكون شد تنسايل او ستريتش ومن الناحيه دي كومبريشن. يعني الماده بتاعتي في جزء منها كومبريشن وفي جزء نيوترال بلين بتاعها. النيوترال بلين هو البلين اللي فيه زيرو ستريس او زيرو سترين. يبقى ثاني في حاله البندنج النيوترال بلين هو زيرو ستريس لاين او زيرو سترين لاين. بتني العينه بتاعتي بالمنظر اللي قدامي ده. في انواع للبندنج في في بندنج وفي ايدج بندنج. طبعا انا في الحاله دي عندي اسطمبه اهي ادي في بندنج بعمل هنا حرف في بجيب زي اللي عملته في السبرينج باك لو تفتكروا بعمل سبرينج باك بستخدم في مكبس عمليه سهله جدا طبعا مفيش مشكله. ادي الايدج بندنج عايز يعمل حرف ال بس خلي بالك احنا قلنا كليرنس في القطع 0.05 التخانه الكليرنس في الثاني 1.1 التخانه كليرنس هنا ده كليرنس برضو هنا كليرنس ده 1.1 التخانه لان التخانه بتيجي هنا. يبقى كليرنس في القطع 0.05 التخانه كليرنس في الثاني 1.1 التخانه كليرنس في القطع 0.05
5 التخانة، الكليرنس في الثاني بيبقى 1.1 اكبر من التخانة. سبرينج باك طبعا انتوا اساتذه فيها بقى، سبرينج باك ان المعدن بيرد شويه التشكيل من المعدن، انتوا خدتوا كامل عليها او خدتوا سيكشن كامل عليها. طبعا انا بعمل حساب السبرينج باك للماده وايه البارامتر اللي بتاثر على السبرينج باك، الارك الزاويه بتاعت الثاني، نفس الكلام البنت ريديوس والسبرينج باك فاكتور طبعا بيتاثر بالتخانه. عمليه اللي بعد كده الدرونج اللي هي السحب الثاني، انا بتني زي ما شفت انت كده السبرينج باك اما عملناها عملنا حرف في، بس ايه بتني على طول، انما هنا بتني على داير. يعني ايه بتني على طول ولا داير؟ انا عندي الشيت اهو تنيته حرف 7، انا مفتوح اهو في الهواء، انما هنا دي عملتها كوبايه، كوبايه مغلقه، دي طبعا اصعب، دي اسمها ديب درونج. ديب درونج اللي انا بعمل كوبايه مغلقه، انا عندي دي بلانكا وعندي دي بانش، دي بلانكا ودي بانش. اللي كان بيسال على الستريبر، هو ده اسمه ستريبر او بلانك هولدر، هو ده الستريبر بتاعي، ده الستريبر هولدر او الستريب بليت، ده اسمه ستريب بليت، ده بقى هو اللي بيعمل عمليه الديب درونج، هو المسؤول عن عمليه الديب درونج. لو ده مش موجود العمليه كلها فيها ديفكت. انا لو بصيت على عمليه الديب درونج هتلاقي عندك ستريبر هو اللي ماسك الشيت، في البانش، البانش ليه زاويه طبعا معينه او فيلت، وفي الضاي، وفي كليرنس سي، قلنا الكليرنس ده 1.1 تي لان برضه شبه الثاني، انا بتني الشيت بتاعي هنا. الديفكت بتاعت الديب دروينج رينكلينج. دكتور معلش هو السي ثابته يعني 1.1 تي ده ثابت ولا بتتغير؟ هو بيديها لي في كل مره بالنسبه للقطع ولا الثاني؟ يعني ماشي بالنسبه للقطع مثلا 1.1 ثابته، هي مش ثابته طبعا، لا هي مش ثابته 100% ليها جداول، بس انا مش هجيب لك في الامتحان جداول، فباخد رقم 1.1 خلاص ده معروف، و5% ده معروف. تمام ماشي يعني بنحفظ الرقمين دول. السي 5% التخانه بالنسبه، ايوه تحفظه طبعا. تمام. في القاطع 5% التخانه، في الديب درونج وفي الثاني 1.1. تمام ماشي شكرا لحضرتك. الديفكت درونج في عندي رينكلينج، رينكلينج هي الكرمشه. يعني الكوبايه بتاعتي يظهر فيها كرمشه بالمنظر ده. دي بيسموها رينكلينج كرمشه اهو كرمشه، يبقى عندي ديفكت في الكوبايه بتاعتي ممكن يظهر رينكلينج قطع، يظهر التودين، يظهر الايه السكراتش اللي عندي دي. بصوا بقى معايا كده نرجع تاني للرسمه اللي قدامي دي، ايه البارامتر اللي عندي في العمليه دي؟ نمره واحد البلانك هولدر فورس، ده اللي ماسك الشيت بتاعي، ده اللي ماسك الشيت اثناء التاني، يبقى بلانك هولدر فورس. نمره اتنين البانش والداي ريديوس، البانش والداي ريديوس. نمره ثلاثه الكليرنس، انا عندي بلانك هولدر فورس، البانش والداي ريديوس والكليرنس. تمام. دول المين فاكتورز اللي بيأثروا عندي على الديفكت بتاعتي. يعني انا لو عندي البلانك هولدر فورس، هولدر فورس كبيره قوي، كبيره قوي، حطيتها بنسبه كبيره قوي، ايه اللي هيحصل؟ ممكن الكوبايه تتقطع من تحت تديني تير اوت، يحصل لي قطع هنا. طب لو 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 الكليرنس، لو الشارب، لو ده شارب كورنر، لو شارب كورنر الزاويه دي ما تديني قطع، يبقى دي بارامتر بتاثر على الديفكت اللي عندي. انا مش عايز اخش في التفاصيل لان انا اقولها لكم بعد كده، اللي بيخش معايا في انتاج هاخد تفاصيل الكلام ده كله في ثالثه. يبقى هنا الديفكت اللي بتظهر في الواير درو الديب دروينج، اولا رينكلينج، الرينكلينج جايه منين؟ جايه من الحاجات بتوعي كليرنس، سوري نمره واحد بلانك هولدر فورس، نمره اثنين الفيليب بتاع البانش، نمره ثلاثه الكليرنس، رينكلينج في الور، رينكلينج في الثانيه، التيرنج ان العينه بتتقطع، دي جايه من الشارب كورنر طبعا بتاع الفيليب بتاعه قليل او ناس قليل او الايرنج، دي جايه من انايزوتروبيك ماتيريال، انايزوتروبيك ماتيريال يعني مش يونيفورم ماتيريال، ان الماتيريال ذات نفسها مش يونيفورم، هتلاقي حته بتشكل اكتر من حته،
سيرفيس كراك طبعا دي جايه منين؟ جايه من مشكله ان المعدن بتاعي او الاستنبه مش مظبوط. يبقى الرينكلينج اوكير ديو تو كومبرسيف باكلينج ان ذا سيركمفرنس دايركشن. بيحصل سببها منين؟ بيسفيشن بريفنت باكلينج فور اوكيرنج. دي بتيجي منين؟ بلانك كولدر فورس مش قليله. طبعا هي ليها ديفكتات كتيره. الرينكلينج ممكن تيجي من البلانك كولدر فورس قليله. الشير الشيرنج يجي سوري الرينكلينج يجي برضو ان الفيلت كبير قوي. يبقى عندي المين ديفكت اللي عندي رينكلينج رينكلينج في الوول رينكلينج في الفلانج تيرنج وتيرنج وسكراب. ادي اشكالهم A و B ده رينكلينج. واحده في الفلانج واحده في الوول. هنا القطع هنا الان ايزوتروبيك ماتيريال اللي بتديني الشكل ده وهنا الاستامه مش مظبوط. يبقى هنقول دول جايين من البلانك هولدر فورس مش كويسه قليله. هنا ان شارب كورنر او كليرنس كبير. هنا انايزوتروبيك ماتيريال. هنا الماتيريال بتاعتي اوريدي اصلا او الاستامه مش مظبوطه اللي بتني عليها اصلا. ادي شكل الايرنج. التودين جاي التودين منين؟ لان الماتيريال مش يونيفورم. طبعا الحاجات اللي بتاثر على الديب دروينج بروبرتي اوف شيت ثيكنس اوف شيت دروينج ريشيو يعني هنزل من قطر كام لقطر كام الكليرنس زي ما قلنا الكورنر ريدياي البلانك هولدر فورس الفريكشن طبيعي السبيد السرعه كل دي فاكتورز بتاثر على الدروينج. في عمل اسمها ايرنينج بقى. ايرنينج زي الكنزات بيبسي. ادي ديب دروينج ثانيه هنا قلل بقى التخانه. يعني هو هنا تاني كوبايه بعد كده يكمل ضغط بدي فينزل التخانه دي تقل دي اسمها ايرنينج. بستخدمها فين؟ بستخدمها في الكوبايات في الكنزات. ميكس وول ثيكنس اوف سلندر كاب مور يونيفورم واصغر. مستخدم في الكنزات والحاجات بقى ايه؟ حاجات الحروب والكلام دي الميلتري ابلكيشن. حاجات الايه؟ الميلتري ابلكيشن هي مستخدمه في حاجات الحروب اللي هي الحاجات المدافع والكلام ده. الكنزات طبعا اشهر حاجه ليه. ادي امبوزنج. امبوزنج انا بعمل ايه؟ انا بطبع حاجه مثلا بطبع ليتر او حاجه يعني عايز اعمل بروفايل على شيت. ايوز تو كرييت علامه معينه ان شيت ساتش از ريزد اور ليترنج اور سترينثنج ريب. سترينثنج ريب يعني حاجه بيقوي بيها السطح بتاعه. انا هنا بيطبع اسماء. انا هكتب غبور يقوم جايب الاسطمبه وده غبور تنزل تطبع كلمه غبور على الشيت بس يعمل ليترنج او يعمل سترينثنج او يعمل كافيتس بالمنظر ده. دي الاسطمبه بتاعت البروجريسيف. بروجريسيف داي عند الاسطمبه بتقطع. طبعا اكني ما قلتهاش لان دي تتشرح بالتفصيل في سنه ثالثه. يعني نفس الرسمه دي انا هقولها بعد كده في سنه ثالثه. دايز فور شيت ميتال ورك اللي انا الاسطمبه بتاعتي بتتكون من ايه؟ بصوا اي عمليه قطع في الدنيا اي عمليه في الدنيا في شيت ميتال ورك لازم بانش وداي. بتكلم على حاجات البريس ورك. بانش وداي واحد بيعمل الشكل والثاني بيتعمل عليه الشكل. القطع لازم حاجه تقطع وحاجه تقطع عليها. الثاني حاجه تتني وحاجه تتني عليه. فهو هنا مجموعه بانشات كل بانش قدامه الداي بتاعه كل بانش قدامه الداي كل بانش قدامه الداي بعملهم على كذا مرحله لغايه ما يطلع المنتج بالبروفايل ده الشغله اللي انا عايز اقطعها في الاخر. بيسموا ده بروجريسيف لان العينه بتمشي فيها فيد. يعني الشغله بتاعتي بتمشي كده بفيد يعني ينزل اول بانش ثاني بانش ثالث بانش رابع بانش ستيب ورا بعض. حاجات بقى ما بتتمش على اللي فات ده كله كان على المكابس. اللي فات ده كله كان على المكابس. ستريتشنج فورسينج فورمينج سبيننج رول بيندنج وهاي انرجي ريت فورمينج. ستريتش فورمينج اللي بيعمل بيها سقف العربيه وبيعمل بيها الكبوت بتاع العربيه بيعمل بيها شنطه العربيه. ستريتش فورمينج بيمسك الطرفين هنا من جنب تمام ويعمل الميكانيزم ده يضغط في النص يديني البروفايل ده. يعني هو جاب دي كده جوز بيشد بيهم ويضغط في النص يديني البروفايل بتاعي. ادي المكنه بتاعتي. طب بس انا معلش بحب احط اول حته هنا دلوقتي. لو انا ركزت قوي في اللي قدامي ده تمام هنا ايه اللي حصل؟ ماسك من هنا ترجعي بقى ماسك من هنا وماسك من هنا اهو ماسك من هنا وماسك من هنا تمام. وادي الشيت اللي بعمله ستريتش وادي الحته اللي في النص اللي بضغط بيها فاكرينها اللي قلنا عليها بضغط ده في النص اللي هي الانفل بتاعت اللي بضغط بيها اهي ما بكتبش ليه ده اهو كده اهو بيضغط هنا وماسك من هنا وماسك من هنا. طيب هو كل مره لازم يغير البروفايل بتاع الحته اللي بيضغط بيها من هنا اهو مش هي كانت عامله كده اهي
كل مره لازم يعمل ديب بروفايل. افرض واحد عايز يعملها كده وواحد عايز يعملها كده وواحد عايز يعملها كده، صح؟ كل واحد لها بروفايل، هل كل مره بقى هيعمل اسطمبه ليها؟ ده خراب بيت. بيعملها ازاي؟ بصوا هنا مجموعه بيستمز، هيدروليك بيستمز صغيره قوي 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 قوي، كذا الف واحد، كل دول متوصلين بالكمبيوتر ده. الراجل ده يدي اوردر، بنش معين يطلع وبنش معين ينزل، فيديني البروفايل اكنه بيرسم البروفايل عن طريق مجموعه الايه البنشات اللي هنا دي او البيستمز دي. طبعا هنا لازم نحط سيليكون رابر او حاجه تمسك ما بين البنشات والشيت عشان ما تكسرليش الشيت او تخرملش الشيت. يبقى البيستم دي موجوده عشان تطبع للشكل التاني. دي ستريتش فورمنج، بعمل حاجه اسمها ري كونفيجرابل ماشين، اللي بغير الشكل بتاعها زي ما انا عايز. طبعا ده بيرفورمانس عالي جدا كمستوى. بعد كده عندي عايز اعمل رول بيندنج، المواسير الملحومه. احنا خدنا طريقه المواسير المش ملحومه حاجتين، المواسير المش ملحومه حاجتين، الحاجه الاولانيه اكستروجن، الحاجه الثانيه مانجمنت بتاعه الرولينج. هنا بقى الملحومه، بلف الماسوره دي اهي كده اتلفت، واقوم جاي انا عامل فيها ايه؟ لحام. يعني بعد ما اخلص لفها كده اقوم انا عامل لها لحام، فدي هيسموها سيمد تيوب، ماسوره ملحومه. يعني بعملها رول بيندنج بعد كده اعمل لها لحام. طبعا سبيننج اللي هي ايه؟ يحطها على المخرطه، وده ايه؟ دي ده كده بيركب على هيد ستوك، وده كده بيركب على التول، البوست بتاعت التول او كارج يعني، وهنا بتثبت بس الناحيه دي بالايه؟ بالتلستوك. يعمل ايه؟ ده بيلف يقوم تاني بس. ده مستخدم في الالومنيوم، ده مستخدم في الالومنيوم، يعني الحلل بتاعت الاكل، حلل الاكل بتاعتك، حله الاكل او الاطباق بتاعت الاكل، لو معموله بالالومنيوم يبقى معموله بالسبيننج، لو معموله بالستال ستيل يبقى معموله بالديب درونج. يبقى لو معموله بالستال ستيل تبقى ديب درونج، لو معموله بالالومنيوم تبقى سبيننج. اي اسال كده يا شباب؟ صارت المحاضره دي شويه، المفروض هي تبقى حاجه و50 سلايد، 56 سلايد، شلت لكم منها شويه. اسالوا بقى لو في اسئله. هو في الستريتش فورمنج الحاجتين اللي بيثبتوا من الجنبين دول ما بيشدوش، هما بس مثبتينها في مكانها، والدايل في النص هي اللي بتعمل. هنا في شد في الاتجاه ده، لازم يعمل ده كده وكده، لازم يحط ستريسز في اتجاهات مختلفه. يعني لازم يشد هنا ويشد هنا، واللي في النص بتضغط. تمام. هي فكره هي فكرتها دي اللي بتعمل كولد وركينج فبتنشف الاسطح. هو انا عايز اسال سؤال، هو تخانه الشيب بتاعت العربيه قد ايه؟ ملي ولا 2 ملي ولا 5 ملي؟ هو تخانه الشيب قد ايه؟ صاج العربيه تخانته قد ايه يا جماعه؟ تقريبا ملي او 2 ملي مثلا. 5 2 ملي. حد موافق على 2 ملي ولا هي اكتر؟ اكتر تظن تكون اكتر، هي اقل من 2 ملي. 2 ملي ولا اكتر من 2 ملي؟ اكتر من 2 ملي. لو 2 ملي، لو 2 ملي، لو قلنا العربيه دي افرادها مثلا فيها ايه؟ هنقول العربيه داير ما يدور، داير ما يدور، هنقول 4 متر، 4 متر و4 متر، 8 متر، 8 متر وفوق كمان هنقول متر كمان 4 متر، 8 متر. يعني حوالي 14 متر، 16 16 متر، 16 متر مربع، 16 متر مربع، افرض 16 متر مربع، ماشي. 16 متر مربع دول لو ضربنا في تخانه 16 متر، يعني 16، حد معاه قاله كده فيكم؟ حد يطلع لي قاله كده؟ 16 متر. ما حضرتك اضرب بقى اضرب 16 متر مربع، يعني اضرب 16 في 10000، ما 16 متر مربع يعني تضرب 16 في 10000 يعني 160000 سنتيمتر مربع. 160000 سنتيمتر مربع في 2 من 10، اضرب لي بقى 160 في 2 من 10 32000. 32000، 32000 في 7.8 من 10 249600. مظبوط. 40600 يعني 40 طن.
لا 249,600. 249,600. اه مظبوط. يعني ايه الرقم ده؟ يعني العربيه وزن، لا يبقى لو احنا قلنا بقى بدل 16 متر مربع، انا باخدها بالتقريب لان هي مش كلها حديد، هنقول مثلا ايه كانت 8 متر يعني الرقم، او 5 متر يعني، يعني دي فيها حوالي 30 40 طن حديد. هل ينفع الكلام ده؟ هي اقل كتير من 2 مللي، اقل كتير. بس يعني انت لو العربيه 2 مللي تخانه يبقى وزن الصاج بس حوالي 20 30 طن، مش ممكن. العربيه بتخانه الشيب بتاعها 35 من 100 مللي، 35 من 100 مللي، انت متخيلين الرقم؟ يعني المرسيدس لما بتقول انا مرسيدس بتبقى 7 من 10 8 من 10 مللي، ده رقم مهول يا جماعه، مللي ده رقم مهول، بيبقى حاجه صغيره جدا. طب عشان هو اصل هو لو هو حط صاج، يعني هي لو 35 مللي دي عملت لي 400 500 كيلو في وزن العربيه، ما هو رقم برضه يعني قليل، ده هو عايز يقلل الرقم ده كمان. فبيعمل ايه؟ بيعمل 4 من 10 3 من 10، بيعمل كده ليه؟ طب هو لما قلل التخانه ايه اللي هيحصل؟ المعدن بقى ضعيف، صح؟ لما المعدن بقى ضعيف، طب ما هو عايز ينشفه، فبيعمله كولد ووركينج، حاجات زي الاستريتش ووركينج دي. عشان كده العربيه اه طبعا هي انا زودت 16 متر كبير قوي، هي بتاع 4 5 متر طبعا. فالعربيه تبقى وزنها خفيف عشان هي تقدر تمشي طبعا. فتخانه العربيه نتكلم في 4 من 10 3 من 10 5 من 10 6 من 10 بس، مفيش بقى 2 مللي و4 مللي. في 12 في سوري 10 سنتي، العربيات المصفحه بقى، العربيه المصفحه بتتكلم في 10 سنتي و8 سنتي الصاج، عشان لو دخل فيها دبابه مش هتعمل فيها حاجه. انما احنا بنتكلم على العربيات العاديه، لو يا راجل ده انت يعني 2 مللي بالعقل، يعني ده انت لما تقف على العربيه فيرنا تسند عليها تلاقي بتتني يعني بالعقل، يعني ما ينفعش طبعا يبقى 2 سم. 2 مللي ده رقم مهول، 2 مللي ده رقم مهول يا جماعه. 2 مللي ده بيحطه، ده لو هو بيفرش الاتوبيس، عارفين الاتوبيس النقل العام ده لو هو بيفرش بتاع بيحطه مللي، يعني بيحط الصاج اللي بيفرش فيه ارضيه الاتوبيس اللي كل الناس دي تقف عليه بيحطه مللي بقلاوه، يعني مش ممكن. يعني ايه تاني يا شباب؟ دكتور هي البادي اللي بيبقى معمول فايبر ده بيبقى بيتخانق قد ايه، وزن قد ايه؟ ايه اللي فايبر؟ البادي بتاع العربيه، العربيات الجديده لا يعني. ده موضوع تاني. لا هو انا العربيات اللي معموله كلها كربون فايبر دي عربيه، لا انا وانت هنشوفها يعني العربيه كلها كربون فايبر. لا هي بعض العربيات الفرنساوي قعدت فتره وكده تعمل لي حاجه اسمها جلاس فايبر، اللي هي كومبوز جلاس فايبر، انما العربيه كلها كربون فايبر لا مش هتشوفها، لان انا وانت دي العربيات بقى لامبرجيني استون مارتن الحاجات دي يعني، والعياذ بالله يعني. طبعا بيبقى اخف، هو تخانته بتبقى اكبر بس هو الدنس بتاعته اقل، الدنس بتاعته اقل والسترنسه اعلى كمان، يعني الكربون فايبر ده استرنسه اعلى من الستيل اساسا، فتخانته قليله جدا طبعا. بس طبعا بيبقى ليه تخانه، لان عشان اقدر احط الفابريكس بتاعتها يعني تلاقي التخانه 3 4 مللي مثلا، بس هي ليه 3 4 مللي؟ عشان اعرف اعمل فابريك، بس هي 3 4 مللي دي ايكوفالنت لواحد من 100 ولا 2 من 100 معدن من الثاني، لان دي بتبقى خفيفه شويه واقوى، خلي بالك هي خفيفه اقوى، فعشان كده بيقدر يعمل بيها تخانات قليله. 3 مللي بالنسبه للكربون فايبر ده رقم صغير قوي، 2 مللي، مللي ونص، مللي ده رقم، الملي كربون فايبر يشيل، الملي كربون فايبر ممكن نقول يشيل مثلا 5 مرات، يعني لو جبت ملي ستيل وملي كربون فايبر، الملي كربون فايبر كومبوز بس يكون مظبوط يشيل 5 مرات الستيل، يعني ولا حاجه يعني اساسا، ستيل بالنسبه له ولا حاجه. ايه تاني؟ هو حضرتك كنت قلت السيملس تيوب بتتعمل بالاكستروجن، وايه تاني عشان ما سمعتهاش؟ الرولينج، انت لو حضرت المحاضره فاتت كنت عرفت. الرولينج اللي هي سيم ولا سيملس؟ سيملس. سيم هي سيم حاجه واحده، انا بلف الماسوره وبلحم، هي حاجه واحده، انما معموله السيملس معموله بالاكستروجن والرولينج. تمام شكرا. لو سمحت يا دكتور، استاذ حضرتك ممكن شرح للشير سترينث؟ شير سترينث هو ايه او بيحصل عنده ايه يعني؟ بس مثلا اليلد، بص الماده بتتقطع في حاجتين شكلين، الفيلير ميكانيزم او الشيء او الاسترس بتاع الماده حاجتين، حاجه الطبيعيه اسمها نورمال ستريس اللي انا اشد او اضغط او اتني، الحاجه الثانيه اللي انا اقص المعدن،
يعني ده ميكانيزم للتحميل وده ميكانيزم تاني للتحميل. انا لو بشد او بضغط او بتني بيسموه نورمال ستريس، اللي هي المسميات اللي احنا عارفينها، اللي هي السيجما ستريس يلد والالتيميت، الحاجات اللي احنا عارفينها. النوع التاني لو انا بحمل على عين حاجه من اتنين، لا زي المقصات اللي هي الشير او زي التورشن اللي هي العمدان الكتف، ده بيسموه شير ستريس. ده اسمه ستريس وده اسمه ستريس. النورمال ستريس اسمه سيجما، احنا خدنا السيجما، وكان الاسترين اسمه ايبسلون، صح كده؟ انما في الحاله دي بيبقى الشير ستريس اسمه تاو، والاسترين بتاعه هي تويست انجل سيتا. فهو عباره عن نوع من انواع اللود، بس بحمل اللود باراليل تو المقطع بتاعي، باراليل تو كروس سكشن اريا، زي المقص كده. تخيل انت بتقص، انا بعمل ايه؟ سلايد لحاجتين مع بعض عشان يقصوا المعدن. فدي شير ودي نورمال ستريس. دايما الشير بيكون اقل من نورمال ستريس في حاله الدكتايل ماتيريال طبعا. حاله الدكتايل ماتيريال اللي هي البلاستيك، سوري، الالومنيوم والستيل والكبر، اسمها كلها دكتايل ماتيريال. السيجما التاو بتبقى 0.75 او 0.7 الالتم، يعني لو عندي خامه بتشيل التم 1000 تشيل تاو، يعني تتكسر اسرع في التاو ب 600 او 650 او 700، ده الفرق بين الاثنين. انما انت هتاخدها في الترم الثاني ان ديتيل طبعا، اللي هي الشير ستريس دي. دكتور حضرتك قلت قبل كده لو بعمل، لو عايز اعمل حاجه كولد وركينج، بعمل بعدها ريليز سترينث. النيلينج صح؟ انا بتكلم على ريليز سترينث. اي انا هو الكولد وركينج مش انا اللي بعمل، هو الكولد وركينج بيزود الاسترس بتاع المعدن طبعا. لا حضرتك قلت لو انا دلوقتي عايز اعمل كولد وركينج وعايز اعمل عليها تاني كولد وركينج، بعمل بينهم حاجه اسمها ريليز سترينث. انا ما قلتش حاجه اسمها ريزيستنس دي، انا قلت لو عندي كولد وركينج عايز اخد اعمل عليها كولد وركينج تاني، اعمل لها حاجه اسمها هوموجينيتي انيلينج، اعمل سوري بروسيس انيلينج، اسخن المعدن وبرده تاني وبعد كده اعمل عليه الخطوه الثانيه. هو الاسترنس هيريز لوحده، انا مش هعمل عليه حاجه. انا لما بعمل كولد وركينج الاسترنس بتاع الماده بيزيد، فلما الاسترنس زاد ما اعرفش اشكلها مره ثانيه، فلازم نقطه من اول السطر اعمل لها حاجه اسمها انيلينج. يعني اي عمليه، يعني انا مثلا لو عايز اعمل واير دروينج لازم ابتدي بماتيريال مش معمول لها كولد وركينج، لازم اعملها هوت رولد ستيل او هوت اكسترودد بار. يعني انا لو عايز اعمل سلك، لو عايز اعمل مثلا واير دروينج لسلك الماني هجيبه معمول بهوت اكسترودجن، لو عايز اعمل واير دروينج لسلك ستيل هجيبه معمول بار، يعني بتاعه هجيبه معمول بهوت رول. طبعا المقطع بتاع الستيل هيتعمل بالرولينج ومقطع الالومنيوم هيتعمل بالاكسترودر. بس انا بعمل حاجه اسمها النيلينج، وكده كده الاسترنس بيزيد في الكولد وورك. ايه تاني يا دكتور بعد اذن حضرتك؟ هو بالنسبه للحاجات اللي هي سكراب مثلا اللي بتطلع من البيرسنج، هي افيد ان يكون السكراب ده قطع ولا رايش في عمليه الاصناع؟ لا طبعا الرايش ليه مستوى، هما الاثنين طبعا في الفلوس قليلين. بس هو السكراب، هو ايه الفرق من كلمه سكراب ورايش؟ الرايش ده الحاجات اللي بتطلع من المخرطه، اسمه رايش تشيب فراجمنت متقطعه. انما السكراب هو جزء كبير، ممكن يطلع السكراب بالكيلو، حته واحده، ده اسمه سكراب. في فرق شاسع من كلمه سكراب ورايش. انا مش هطلعها راي، انا لو طلعتها رايش يبقى كده بعمل تشغيل مش تشكيل، هو ده الفرق بينهم. لا انا بقول يعني مين الافيد في عاده التدوير، يعني لو ده طلع لي وده طلع لي ان هو اللي يكون افيد مثلا لو انا اصنعه تاني او ابيعه ان هو اللي يكون اعلى او افيد؟ يا محمد يا زكي اسال نفسك السؤال يا حبيبي. انت لما يكون عندك رايش معمول على المخرطه والرايش ده كان سخن وبورده، فاحتماليه الاكسده فيه اعلى. يعني انا لو جبت من الاخر اديكوا ارقام، لو انا جبت رايش الومنيوم سيحته وطلعت منه برم الالومنيا، تقريبا كل كيلو هيطلع منه نص كيلو، تقريبا كل كيلو هيطلع منه نص كيلو. شفت الرقم ليه بقى طلع نص كيلو؟ لان الرايش اصلا جاي لي متاكسد، لان احتماليه اكسدته اعلى، فكل كيلو هيطلع منه نص كيلو ايه؟ معدن. انما لو جبته سكراب مش هيطلع برضه كيلو من الاخر، لان الالومنيوم فضيحه بيتفاعل. الالومنيوم لو جبت كيلو سكراب يطلع مثلا ايه؟ 6 من 10، 7 من 10، 75% منه. فطبيعي السكراب بالنسبه لي احسن من الرايش، لان الرايش خلي بالك انت بتحط عليه بروسس ثانيه اللي انا بنضفه. ليه بنضفه؟ لان الرايش ده عليه كولنت، فانت بهبوظ المنتج. هو الرايش مش حاجه كويسه. وصلت، شكرا لحضرتك، فهمت. تمام. ايه تاني؟ مفيش اسئله تاني؟ ابقى انا اشوفكم بقى في ايه؟ لو في اسئله تاني بقى في الماده في الماتيريال، ما انتوا هتشوفوني تاني لو في اسئله في الماده دي برضو في الجزء التاني، مفيش مشكله. تمام.
حضرتك هتنزل السكشن الاسبوع ده؟ ايه؟ حضرتك هتنزل السكشن الاسبوع الجاي؟ اشمعنى يعني؟ بس لا ده حضرتك مش بتقول مش دي اخر محاضره حضرتك فبتقول لو هتسال ف بس لا ما انا بنزل يعني السكشن بنزلها بس انا مش هقدر احضر يعني صعب قوي احضر العشرة فانا بحضر الحاجات اللي انا ممكن ابقى فيها يعني احاول انا يوم السبت ما اخش لهمش ولا مره ممكن اجي يوم السبت الجاي ان شاء الله يعني انا احاول بقدر المستطاع اقسم السكاشن يعني لان انا العشرة صعب جدا يعني ان انا احضر 10 سكاشن دي صعبه فانا بحضر مثلا بتوع يوم الاحد ويوم الاثنين ببقى اراوند يعني انتوا الحد الجاي هتشتغل من الاسبوع الجاي هتشتغلوا السيراميك وده مهم جدا سيراميك مهم جدا لازم تشتغل فيه كويس لان في مساله اخر السنه فيه خلينا بس في الفورمينج دلوقتي اي سؤال في الفورمينج بس ما تذكر كده ها ما سمعتش اسال حاجه في السترينج كير كان في الـ في يعني في الـ في الورشه يعني بتاعه الفورمينج كان دكتور باشمهندس يعني اتكلم عن ترو ستريس سترينج كيرف والانجينيري ماشي وعرفتهم بال بالسبرينج باك يعني فما كنتش فهمت قوي يعني الشرط لا 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 استنى استنى انا ما بدخلش الترو ستريس سترينج كيرف ده مع السبرينج باك في حاجه ماليش دعوه بيه ترو ستريس سترينج كيرف ده انا بطلع بيه الاكشوال ستريس للماده انما انا اقول سبرينج باك مش سبرينج باك يبقى انا بقارن بالانجينيري انا الترو ستريس سترينج كيرف ده انا بعمله عشان ابقى عارف القيمه الحقيقيه للماده القيمه الحقيقيه للستريس بتاع الماده انا مش بقارنه بسبرينج باك اللي بقارن بالسبرينج باك والانجينيرنج تمام وجنرال كده هما الاثنين هو المؤثر عندك في التو كيسز بتاعت المعدن اللي هو ميل الخط اللي هو بتاع الالاستيك زون وفي الانجينيرنج وفي الترو الاثنين نفس الميل لان العينه جوه الترو بتبقى منطبقه في الالاستيك زون فبالنسبه لك الميل هو مش هيفرق كتير فاهم قصدي هي الفكره كل ما المعدن يكون سترينثه اعلى المفروض السبرينج باك بتاعه بيزيد بس انما ما بقارنش بالترو انا مش عايز حته الترو الترو دي بدخلها ده الاكشوال ستريس للماده عشان لما اجي اعمل تحميل مش احملها بقيمه كبيره لا ممكن احملها بقيمه اقل لان الترو بتاعها اقل شويه بس طيب تعالى شكرا ايه تاني لو سمحت دكتور كده خلاص الفورم خلص والكامل ماشينينج ان شاء الله لاخر السنه خلاص ولا في جزئيه فورمنج كده لا يا عم كفايه عليك طيب. كده بقى تمام شكرا ايه هو انت لازم تسال يوسف خلاص ماشي افهم بس يعني اللي جاي ان شاء الله يكون في ما هم كلهم مش فاهمين اشمعنى انت اللي سالت بتسيب يعني خلي البطوله لحد غيرك يعني هو مفيش غيرك انت اللي سالت ماشي طيب ماشي ايه تاني يا شباب اي اسئله الواتساب موجود ولا مش موجود عشان انا عايز سقطه مش عارف ليه مفيش سيف خالص قدامي هنا مفيش مفيش سيف. طبعا هتروحوا تقولوا له يا سيف يا مصطفى يا حسن يا عطيه دكتور رمضان الجمسي هينقصك 5 درجات عشان غبت توصل الرساله عايزين حاجه يا شباب شكرا حضرتك جدا يلا بالتوفيق ان شاء الله شكرا السلام عليكم عليكم السلام